السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبتدي نعمل أكلة اقتصادية جدا بدون لحمة، وزي ما انتوا شايفينها كده هي الكوسة بالبشاميل. المفروض ان احنا كنا عملناها قبل كده بلحمة مفرومة، فالنهاردة حاولت اعملها لكم بطريقة حلوة قوي ومش مكلفة خالص واقتصادية جدا من غير لحمة مفرومة. هي يدوبك بس كوسة والبصل وفلفل، وطبعا البشاميل اللي احنا بنحطه وجبنة الرومي. بجد هتعجبكم جدا، ويلا نعملها مع بعض وتشوفها. بجد طريقتها سهلة واقتصادية جدا وغير مكلفة خالص، ان شاء الله هتعجبكم. نبتدي. انا حطيت الحلة على النار بشوية زيت، انتوا عارفين ان انا بستخدم الزيت عافية اللي انا قلت لكم عليه قبل كده. لو انت حابة تحطي زبدة او سمنة زي ما انت عايزة، بس انا بحب احط زيت خفيف. دلوقتي فرمت البصل مع الفلفل، فلفل رومي اخضر، فرمته جامد زي ما انتوا شايفينه كده. وهبتدي دلوقتي ادبله خالص، وبعد كده هنزل الكوسة. كده عندي البصل دبل شوية، هنزل الكوسة. المفروض ان احنا ننزل اللحمة، بس عشان احنا هنعمل الكوسة من غير لحمة، فانا دلوقتي بعد ما خليت البصل يدبل هنزل الكوسة. مقطعاها طبعا ترنشات زي ما انتوا شايفين رفيعة كده، وهقعد اشوحها مع البصل لحد ما تستوي شويه وتدبل هي كمان وتبقى طريه كده. بعد ما حطيت الكوسه وقلبتها مع البصل، هحط شويه ملح وفلفل اسود. طبعا مش هحط ملح كتير عشان لسه هحط على البشاميل ملح، وطبعا جبنه رومي، فبجد هتبقى حلوه قوي من غير لحمة. دي بقى الكوسة، صينية الكوسة الكدابة زي ما عملنا الكفتة، كفتة الرز الكدابة من يومين. دي بقى هتعجبكم جدا، وانا مبعملش اي حاجة غير ما اكون مجرباها وحباها كمان. هنا هعمل بشاميل، 4 معالق دقيق، 4 معالق دقيق. هحمرهم كويس بقطعة زبدة او بزيت عافية. كوباية اللبن هدوبها كويس جدا، بعد ما تدوب هحط الكوباية التانية. بعد ما نزلت كوبايتين ونص لبن هدوبهم جامد جدا، هقعد ادوبهم كده عشان ما يكلكعش معايا. وبعد كده هحط ملح وفلفل اسود. كده عندي صوص البشاميل اللي تقل معايا، هنزل جبنه رومي وهحط بضايه. كده نزلت الجبنة الرومي مع بيضة مع شوية ملح وفلفل اسود. كده البشاميل عندي بقى جاهز. كده عندي انا حطيت هنا الكوسة في الصينية زي ما انتوا شايفين كده، هنزل البشاميل. بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا حطيت البشاميل، هنزل الجبنة رومي في الوش وهدخلها الفرن وارجع اوريها لكم. رجعت لكم بعد ما طلعت الصينية من الفرن، ده شكلها النهائي. ان شاء الله يا رب تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.